السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير، هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. النهاردة الدرس بتاعنا مختلف شوية وإن شاء الله يكون درس ممتع للجميع. أتمنى أي حد بيكتب معانا أو بيتمرن معانا أنه أثناء الكتابة يركز مع حركة القلم وإحنا بنكتب، ولما يجي ينفذ برضه يركز مع حركة القلم في الفيديو. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء مع السين، السين عبارة عن سبعة كده، السنة التالتة بتبقى واسعة شوية وبتمشي لقدام أهو، تعمل حاجة اسمها إيه؟ كشيدة. الميم اهي. لفظ الجلالة بنجيب من فوق كده حرف الألف، وبعدين اللام الأولانية، واللام التانية مرتفعة سنة بسيطة، واللام التالتة في مسافة أكبر اهي. الرحمن، أنا بحاول أسيب القلم، أمسك القلم من بعيد شوية علشان يكون إيه السن بتاع القلم ظاهر أمام حضراتكم. حرف النون هنجيبه حاجة زي اسمها كشيدة كده اهي لقدام. دي البسملة بخط النسخ. تعالوا ننتقل بقى للكتابة بتاعتنا، نشوف هنكتب ايه. فبما رحمة أنا بحاول في الفيديوهات بتاعتنا إن يكون الكتابة ببطء قدر الإمكان، مش بجري في الكتابة ومش بزود في سرعتي أثناء عملية الكتابة، علشان الناس اللي بتتفرج علينا وبتحاول إنها تتعلم مننا يبقى الفرصة بتاعتهم في تلقي المعلومة أفضل. فبما رحمة من الله لنت لهم. شوفوا ما بين كل حرف والتاني بسيب مسافة علشان السطر بتاعي يكون مظبوط. أتمنى يكون معانا ناس من اللي بيحبوا يكتبوا القرآن ويكون عندهم رغبة في وقت من الأوقات إن هم يكتبوا المصحف الشريف بخط إيديهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو ولو كنت، تعال نعملها الكف دي، ولو كنت فظا
غليظ القلب، لانفضوا من حولك. شوف لفظ اللام، اللام ألف بتيجي ازاي؟ اهو ليها أكتر من طريقة للكتابة أو لطريقة رسمها يعني. لانفضوا اتمنى يا جماعة اي حد بيشاهد الفيديو مش هتخسر حاجة لو ضغطت لايك للفيديو علشان نستمر، بس اضغطوا لايك يا جماعة يعني ايه، حسسونا ان احنا الناس بتستفيد مننا وبتفيدنا يعني. لايك، لايك مش هيخسرك حاجة، اللايك مش هيخسرك حاجة، ولكن بيخلينا احنا نستمر في انشاء المحتوى و انشاء فيديوهات باستمرار. فاعف عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم. واستغفر لهم وشاورهم تعال نعمل حرف الفاء مع الياء كده بطريقة جميلة. ممكن بعض من حضراتكم يكون ما شافش الفاء مع الياء قبل كده بالشكل ده. في الأمر اللام ألف اتكررت معانا تانيها وكده وبنطلع لفوق نعمل إيه؟ الحلية. فإذا عزمت فإذا عزمت فتوكل
فتوكل على الله. إن الله إن الله يحب المتوكلين. وبكده تكون انتهت حلقتنا. تعالوا الأول كده إيه نقرأها علشان لو في خطأ نعدله بعد ما نخلص الحلقة، وإحنا معاكم إن شاء الله لو في خطأ هنعدله ما تقلقوش. تعالوا كده نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. المتوكلين. وبكده تكون انتهت حلقتنا. اتمنى من اي حد شاهد الفيديو للنهاية انه يشترك في القناة، يفعل زر الجرس علشان يساعدنا في الوصول. احنا ان شاء الله قربنا خالص على ان احنا نوصل ل100,000 مشترك عبر قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب بالقناة بتاعتكم. اتمنى من حضراتكم تحافظوا عليها زي ما انا هحاول ان انا احافظ عليها. القناة بفضل الله لا بفضل احد وصلت دلوقتي ل96,000 مشترك وداخل على 100,000 مشترك. اتمنى ان الجميع يكتب بخط جميل، واسال الله لي ولكم التوفيق. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم في حفظ الرحمن. مع السلامه.